موجز أخبار أونلايف، أهلا بحضراتكم. أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات المتميزة بين مصر وروسيا، مؤكدا على حرص مصر على تدعيمها والارتقاء بها إلى أفاق أرحب. وخلال استقباله لمدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرجي نارشيكين، استعرض السيسي جهود مصر في مكافحة الإرهاب بشكل شامل وعلى المحاور كافة والاتجاهات الاستراتيجية. وأشار في هذا الصدد إلى أن القضاء على الإرهاب يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وعدم التمييز بين الجماعات الإرهابية، فضلا عن العمل على تكثيف منابع على المستويات كافة. وجه الرئيس السيسي بضرورة تطوير أساليب التعليم والمحتوى التعليمي بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، شدد الرئيس على استخدام أحدث التقنيات في مراحل التعليم المختلفة، فضلا عن تنمية مهارات الطالب المصري. هذا واستعرض السيسي خلال الاجتماع استراتيجية تطوير منظومة التعليم. أعلنت القوات المسلحة نجاح القوات الجوية في تدمير 7 سيارات خلال محاولة العناصر الإرهابية لاستخدامها للهروب. وفي بيانها السادس أضافت القوات المسلحة أنها تمكنت من القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين في العريش، فضلا عن القبض على 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم ومنهم جنسية أجنبية. شهدت محافظات الجمهورية كافة استمرار الجولات التفقدية لمديري الأمن والإدارات والقطاعات الأمنية في مختلف المواقع الشرطية والمنشآت الحيوية لمتابعة تفعيل الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمني التي تشهدها كافة المحافظات، حيث تم التشديد على القوات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب. أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الظروف في العراق مهيئة أمام المستثمرين. وخلال مؤتمر صحفي بالكويت على هامش مؤتمر إعادة العمار العراق، أشار العبادي إلى تشكيل لجنة عليا لتسهيل دخول وعمل المستثمرين. شكرا لطيب المتابعة، لنا اللقاء.